في غابة بعيدة كانت تعيش دجاجة خياطة ذكية في بيت صغير بجانب النهر. كانت الدجاجة معروفة بمهارتها في الخياطة، وكانت تعيش حياة هادئة وسعيدة. في يوم من الأيام كان الثعلب الماكر يمر بجوار بيت الدجاجة. شعر بالجوع الشديد وفكر في اصطياد الدجاجة، فقال لنفسه: هذه الدجاجة ستكون وجبة شهية. اقترب الثعلب من البيت وطرق الباب. قالت الدجاجة من الداخل: من يطرق الباب؟ فأجاب الثعلب بصوت لطيف: أنا صديقك الثعلب، افتح الباب لأزورك. لكن الدجاجة كانت ذكية جدا وتعرف نوايا الثعلب. لم تفتح الباب، بل فكرت في حيلة لإنقاذ نفسها. قالت له: انتظر قليلا، سأفتح لك الباب بعد أن أنهي خياطة ثوب صغير. بدأ الثعلب ينتظر خارج البيت وهو يتخيل نفسه يأكل الدجاجة، لكن الدجاجة كانت تحيك بسرعة وفكرت في حيلة. قامت بخياطة كيس كبير جدا ووضعته على باب بيتها. عندما انتهت من خياطة الكيس فتحت الباب قليلا وقالت للثعلب: اقترب يا صديقي، الكيس جاهز. دخل الثعلب بسرعة داخل الكيس معتقدا أنه سيحصل على الدجاجة، ولكن بمجرد دخوله قامت الدجاجة بإغلاق الكيس بإحكام وربطته بقوة. حاول الثعلب الهروب لكنه كان محبوسا داخل الكيس ولا يستطيع الخروج. بدأت الدجاجة تصيح طلبا للمساعدة، فسمعها حيوانات الغابة وهرعوا لإنقاذها. جاءوا وأخذوا الكيس بعيدا عن الدجاجة، ومنذ ذلك اليوم أصبح الثعلب يخاف من الدجاجة الذكية ولم يقترب منها مرة أخرى. تعلمنا هذه القصة يا أصدقائي الصغار أن الذكاء والحيلة يمكن أن ينتصروا على المكر والخداع، وأنه يجب دائما التفكير بحذر قبل اتخاذ القرارات، وأنه إذا وقعنا في مشكلة يجب طلب المساعدة من هم أكبر وأقوى منا لمساعدتك. وإلى اللقاء في قصة جديدة في أمان الله ورعايته.